الإمام علي لما كان في المدينة بزمن رسول الله، النبي نحل فاطمة الزهراء، أعطاها أرض فدك، أرض فدك وسبع ضيع اسمها العوالي في الحجاز. هذه أرض فدك وسبع ضيع اسمها العوالي مزروعة تمر، كان إنتاجها السنوي يعادل ميزانية الدولة بذاك اليوم، فكانت تصل كل الأموال إلى الزهراء من عمالها، أموال آخر السنة الأرباح كلها تصل إلى بيت فاطمة الزهراء. الإمام تعطيها للإمام علي، هذا المال مالك يا أمير المؤمنين. فالإمام علي سلام الله عليه ينادي مناديه في المدينة: لقد جاءت أرباح وإيرادات فدك. يجتمع الفقراء والناس على باب علي والزهراء، يوزع الإمام علي المال على العوائل والفقراء بالآلاف. أقول لك ميزانية دولة، يعني ما أدري، يقولون 7,070,000 دينار الميزانية كان يقسمها على الفقراء، ويعود إلى الدار صفر اليدين، لا يمتلك درهما ولا دينارا. هذا ليس فقر، هذا غني، ولكنه كريم إلى حد يعطي كل شيء. هذا كل معاني الكرم، لذا لا تجد أكرم من علي بن أبي طالب، يعطي كل ما يمتلك هكذا، لا يسأل عن شيء، لا يبقي شيء أبدا. هذا بيت الكرم الذي أذن الله له في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هؤلاء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هؤلاء هم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى رمزا في هذا المجتمع. ولما يأتي الشاعر ليصف بيت علي، هو كان الإمام علي متواضع وزاهد، وإلا كان يمتلك المال لكن لم يملكه المال يوما، يعني المال لم يملك علي يوما من الأيام، بالعكس الصفراء والحمراء والصفراء والحمراء والأموال كانت لا تعني علي بن أبي طالب شيء أبدا.